إطار هذه السلسلة يعني حلقة جديدة في سلسلة الشبهات حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على هذه الشبهات. وفي ذات الوقت يعني أستأذن فضيلتكم أن تكون هذه الحلقة بمثابة المراجعة لإخواننا، من فاته حلقة من الحلقات أو من يريد أن يسأل سؤالا في الموضوعات التي تطرقنا إليها في حلقاتنا الماضية والمتعلقة بالشبهات حول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك سنفتح الاتصالات ابتداء من القسم الثاني من هذه الحلقة مباشرة، وتجيب بإذن الله تعالى على أسئلتهم. وكثيرا ما يتردد على ألسنة الشيعة حديث الحوض أو حديث الحوض، هذا الحديث الذي يستندون فيه أو يريدون من خلاله أي يؤسسوا لشبهة مؤداها أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه على الحوض يوم القيامة فيذادون عن الحوض، يعني يمنعون أو يمنعون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. نعم فيرد عليه إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك. وهنا أكثر من متن لهذا الحديث، نقف مع حديث الحوض، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن عندما نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد الدفاع عن الباطل أو الدفاع عن المخطئين أبدا، ولكن نريد أن نضع الحق في موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه. يعني نحن لا شك نكن محبة وثناء، يعني ثناء عاطرا في قلوبنا نجده لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من الفضل، ولكن أيضا لأن هؤلاء هم أوصلوا لنا هذا الدين، لهم علينا فضل في إيصال هذا الدين الطيب المبارك لنا. نحن ابتداء لا نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصومون لا يخطئون كأفراد، وإن كنا نعتقد أن مجموع الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والصحابة في مجموعهم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، أنهم هم الأمة في ذلك الوقت. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نظرنا هم خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان ذلك منا إلا اتباعا لكتاب الله تبارك وتعالى، عندما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال الله تبارك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، آيات كثيرة حقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وغير ذلك كثير. لكن الشاهد من هذا، عندما يعني نقف هذا الموقف ونحاول أن نرد عن عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أننا نتقرب إلى الله بهذا العمل، لأن الله يحبهم ونحن نحب من يحبه الله، ونرجو أن الله تبارك ويحشرنا مع من نحب، فنحن نحب هؤلاء ونحب سيدهم ونبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدفاع عن هذا الرهط أو هؤلاء الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبنا الله جل وعلى، أن يحشرنا في زمرتهم مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما حديث الحوض، فحديث الحوض كغيره من النصوص التي سبق ذكرها في الحلقات الماضية وما سيأتي ذكرها في حلقات قادمة إن يسر الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد من هذا أن هذا الحديث لا شك أنه يعني فيه مجال لطرحه والتنبه إلى ما يدل عليه من معنى، لكن لا ينبغي أن نضرب كتاب الله بسنة النبي أو نضرب سنة النبي بسنة النبي بسنة النبي أو نضرب كتاب الله بكتاب الله، هذا لا يجوز. لأن القاعدة المعلومة لدينا جميعا أن الكل من عند الله، يعني القرآن من عند الله والسنة من عند الله جل وعلا، وذلك أن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فسنة النبي وحي والقرآن وحي، طيب، والمصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى وهو العليم، فلا يمكن أن يتضارب، فلا بد إذا كان الأمر كذلك أن ننظر في هذه النصوص التي ظاهرها التعارض وهي ليست متعارضة كذلك. حديث الحوض كما ذكرتم
بارك الله فيكم، أنه جاءت فيه أكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى بأناس من أمتي. نعم. فأعرف ما يعرفونني في رواية، وفي رواية من أمتي، وفي رواية فأقول أصحابي أصحابي. قال فيذادون عن الحوض. نعم يذادون يمنعون 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 عن الحوض. نعم. يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنعون عن الحوض. فقل أصحابي أصحابي، يعني ماذا منعوا هؤلاء؟ نعم. وهم في رواية كما قلت لك أمتي أمتي. نعم. وفي رواية مني ومن أمتي. نعم. طيب وفي رواية أصيحابي أصيحابي. نعم. نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. وهذه فيها قاعدة مهمة جدا، وهي أن النبي لا يعلم الغيب عليه صلى الله عليه وسلم. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. نعم. فالنبي لا يعلم الغيب، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. أي بعد وفاتك عليه الصلاة والسلام. فلا يجد إلا أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى، يقول سحقا سحقا. نعم. طيب هنا لبس البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، قالوا إذن المراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أثنى الله عليهم. نعم. فكيف نجمع بين ثناء الله عليهم وبين صدهم أو إبعادهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن ننظر في قول الله تبارك وتعالى، أو عفوا فيما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنك لا تدري ما أحدث. نعم. لأن ما أدري من الذي يقول هذا، لعله ملك أو الله تبارك. نعم. الله أعلم. فيقال له، لأن قال لم يذكر الفاعل وإنما قال يقال له. فالقصد يعني في نص من هذه النصوص. نعم. حتى إذا عرفتهم أو عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. نعم. أو بينهم. نعم. يعني المقصود هنا ملك يعني. نعم. 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 فالقصد أن هؤلاء من هم؟ نعم. هناك من يدعي أن هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وعائشة وحفصة وغيرهم. نعم. من أصحاب النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا الكلام على أي أساس بني؟ بس بني على أساس أن أخبر النبي أن من أصحابه من يرتد على عقبه، أو أخبر النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم أن من أصحابه من يرتد على عقبه. فهذا الأمر يحتاج إلى وقت.